يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وأيضا على عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.